Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashkurukum ala tafadzilukum bil hudur fi hazal munafasyah. Nahnu min majmu'ah thalatha wa ismi Zakwan. Ismi Muhammad Imam Atikullah. Ismi Syafizan. Ismi Hilman. Baik, hayya nabda' munafasyatana al-an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Masa' al-khair. Ayuhal istiqa'il a'izzah. Ana Hilman. Mudirat al-jalsa bihadihi al-munasab. Al-taqalnya al-yawm lil-munaqashat anil mawdu at-tahadiyat ul-mu'asirat alati tuwajjuhuha khariji. الجامعة لإيجاد الخارج المناسب للوظائف في الدولة. كما نعلم يستمر معدل البطالة للخارج الجامعة في ماليزيا في زيادة من سنة إلى سنة. العديد من الطلاب الماليزيين آكلون عن العمل لأنهم غير قادرين على المنافسة وهناك عدد قليل من فرص العمل المناسبة. في رأيي زيادة العملات الأجنبية في مجال المهنة هي بسبب المنافسة بين الخارجين المحليين والأجانب. لأن العمل المحلي الأجانب عدة ما يكون أكثر خبرة ولا يتعين على الشركة دفع رواتب باحثة وبدل المعيشة. إن هذا الرأي جيدا والفكرة رائعة وأود أن أضيف قليلا. وجود الدرجات جيدة يوفر أيضا فرصة رائعة للحصول على الفرص العمل في شركات جيدة، أليس ذلك يا أخي الكريم؟ بلى يا زميلي العزيز. ما موقفك من هذه القضية يا شفيزان؟ شكرا يا صديقي، أنا اتفق معك في هذه الفقرة، ولكن في رأيي التركيز على الخبرة أكثر من مؤهل الأكاديمية. السبب الرئيسي لبطالة الخريجين هو أنهم أكثر دراية بأداء الوظيفة من الخريجين الجديد، ويمكننا أن نرى أن الشركة لا تريد أن تخسر بتوظيف موظفين عدم الخبرة. لو سمحت عندي استفسار يتعلق بهذه القضية، هل هذا صحيح يا شفيزن؟ نعم هذا صحيح، أقصد في كلامي هنا تختار معظم الشركة في بلادنا هذه الأيام الخبرة على الدروس. مؤذرة، أوافقك في هذه الفكرة، ولكنني في رأيي العامل الرئيسي الخارجين غير قادرين على العمل. هذا لأن يشجع الشخص على التفكير بدقته وسرعته في الحل. ثم يجب على الطلاب صقل مهارات التفكير وليس الذكاء الأكاديمي البحت. كلامك صحيح، إن هذا رأي جدا وفكر عيشة العمل. يأخذ أصحاب العمل هذه الخصائص في اعتبار عند التوظيف. ما رأيك في هذا الأمر يا أتي؟ أنا معك في هذا الأمر، ولكن في الرأي الحاجة إلى الإتقان عند اللغة الأجنبية. والسبب الرئيسي هذا لأن لتسهيل علاقات أو التواصل من الأشخاص من أعراق المختلفة، يصبح إتقان هذه اللغة جسرا للفهم
الذي يجب تحقيقه يمكن تنفيذه السبب الرئيسي لهذه المشكلة. يمكن أن تفتح فرصا لمواصلة دراستهم في الخارج، فهذه الفرصة يمكن أن تساعد الفرد على اكتساب المزيد من المفرح والخبرة المفيدة للغاية. اسمح لي، هل يمكن أن أعلق شيئا؟ يعتقد أن هذا الفقرة تحتاج إلى إعادة النظر فيها. سامحني، دعني إنحاء كلامي. من المرجح أن يتعلم الشباب لغة الأجنبية بسبب زيادة التنافس على الوظائف بين الشباب. ما رأيك في هذا الأمر؟ لا أعتقد قبول هذا الأمر. تكلفت عالية نسبيا بسبب الاضطرار إلى دفع أجور المعلمين المتمرسين في اللغة. أنا موقف في بهذا الرأي. أنا أتفق مع هذا الرأي. إذا كان الخبرة أكثر أهمية من التحصيل الأكاديمي أو ما أشبه ذلك، وهذه التجربات يمكن أن يكون في شكل اتقان لغات أجنبية، لأنه يمكن أن يكون قديمة مضافة على الرغم من أنه مكلف. ما موقفكم من هذه القضية؟ نحن موافقون بهذا الرأي. قد اتخذنا القرار من هذه المناقشة، وهو عدم الوجود خبرة لديه القدرة على جعل الطالب العاطلين عن العمل. لو سمحت، أيمكنني أن أقدم تعليقاً؟ نعم، تفضل. نعود إلى نقطة المذكورة. قبل هذا التركيز على الخبرة أكثر من التأهيل الأكاديمي السبب الرئيسي للخارجين العاطلين عن العمل. حتى إذا كان لدى الشخص أكاديميون وخبرة جيدة، فربما لا يحصل بالضرورة على وظيفة بسهولة بسبب الوضع الحالي، مثل الوباء الحالي. حسنا، دعوني ألخص ما توصلنا إليه في مناقشتنا اليوم. فنحن جميعا اتفقنا بأن الطالب لا يحصلون على وظائف لأنهم لا يمتلكون الخبرة الكافية. وإلى جانب ذلك، فإن الدرجة الأكاديمية الجيدة لا تضمن للطالب الحصول على عمل لائق، لأن شريكة تفضل على عمل الذي لديهم خبرة وقدرات في المجالات المعروضة. وآخرا، إذا ليس لديكم أي إضافة حيا نختتم هذه المناقشة بسرعة العصر وتصبح كفارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.